ينضم إلينا من لندن محمد مشرق الكاتب والباحث. سيد محمد، هناك العديد من المحاولات الآن والدعوات من أجل التهدئة، وهناك أيضا دعوة لمجلس الأمن اليوم من جانب الإمارات لإقرار قرار وقف هدنة إنسانية، هل يمكن أن تقبل؟ المعلومات التي وردت قبل قليل من الأمم المتحدة تقول أن الصيغة الجديدة الآن على مشروع القرار البرازيلي يتخذ صفة الإلزامية، لا بل بوضع من يعرقل فتح الممرات الإنسانية للبند السابع من يعني بمعنى يمكن أن يتخذ المجلس قرارا بالتدخل العسكري لفرض فتح الممرات الإنسانية. في التقديرات كلها تقول بأنه لا يمكن أن يمر القرار والولايات المتحدة ستمارس الفيتو، لكن مجرد أن يتقدم الآن هاي المجموعة الآن التي تقودها الإمارات العربية المتحدة لجمع المؤيدين للقرار البرازيلي بحد ذاتها نقطة مهمة جدا وتطور في الأداء، أداء المنظومة العربية ومؤيدي الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة. لندن تنتفض من أجل وقف الحرب جماهيريا وشعبيا، نرى مظاهرات تتخطى مئات الآلاف تخرج في شوارع لندن، ما مدى صدى ذلك لدى الحكومة التي تعلن التأييد وتقف خلف الولايات المتحدة لدعم إسرائيل؟ يعني أبدأ مباشرة من استطلاع الرأي الذي أجرته الوكالة الحكومية لاستطلاع الرأي لدوت.gov بمعنى هو مصدر رسمي عمليا. 80% من المستطلع أرائهم عمليا لا يؤيد رأي الحكومة في التأييد الأعمى للممارسات الإسرائيلية وحرب الإبادة في قطاع غزة. 12% فقط يعني يتبنون الرواية الحكومية والرواية الإسرائيلية. هذا واحد. النقطة الثانية أن يجب أن نأخذ بالاعتبار أن السبت الذي مضى والسبت الماضي كان تحولا جديا في مواقف الشارع البريطاني، بمعنى الآن نحن قصدا أنه الحديث يجري عن 500,000 متظاهر كانوا عمليا في شوارع لندن السبت الماضي. الجديد فيها هو عمليا دخول أطراف مختلفة، خاصة النقابات العمالية بمختلف أطرافها، وكذلك الكوربينيين أو ما يسمى بتيار مومنتوم، تيار الزعيم السابق لحزب العمال داخل الحزب، هي انتفاضة عمليا على حزب العمال وعلى مواقف زعيم الحزب ستارمر الذي أيد بالمطلق بمعنى المواقف الإسرائيلية. النقطة الثالثة المهمة في وصف ما الذي جرى يوم السبت الماضي هو ظهور لأول مرة حزب الخضر بهذه الكثافة، وانتقاله من الحديث الدائم في بريطانيا من موقعه للحديث عن البحار وعن تغير البيئي إلى دور اجتماعي متقدم في دعم الشعب الفلسطيني، في تقدير أنه يجهز نفسه انتخابات نوفمبر القادم، خاصة أن هناك العديد من الأوساط التقدمية في بريطانيا الحليفة والغزال الانتخابي للحزب العمال الآن ربما تراجع موقفها ولا تعطيه. هناك استقالات كبيرة من داخل الحزب، خاصة الأوساط العربية والإسلامية والفلسطينية في بريطانيا، وهذا عمليا سيصب بدون أدنى شك تجاه حزب المحافظين. الملاحظة الرابعة وهو أننا شاهدنا ليس فقط بمعنى المؤيدين التقليديين للشعب الفلسطيني بمعنى الأوساط الإسلامية والآسيوية أو الأفريقية، بل الآن نتحدث الآن عن الأوساط البيضاء التي تحملت مشاق السفر من المدن إلى لندن. هذا واحد، وبمعنى هؤلاء هم يعني الكتلة الرئيسية لكل الأحزاب وسيؤخذوا بعين الاعتبار. النقطة الأخيرة التي أود الإشارة إليها وهي أننا شاهدنا هذه المرة ليس المؤيدين من ناتورا كارتي أو مؤيدين الأرثوذكس اليهود التقليديين يؤيدوا القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، الآن بدأنا نرى كما يجري في الولايات المتحدة الآن توجه من الجالية الشابة اليهودية في بريطانيا، يهودية وإسرائيلية أيضا المهاجرين الجدد إلى لندن، هؤلاء كانوا في التظاهرات وبشكل ملموس وواضح. إذن هذه السمات برأيي الآن باتت يمكن أن يقال عنها بأنها عمليا حركة تقدمية جديدة تشمل كل أوروبا، وهناك تنسيق بينها عمليا. إذا من فلسطين من غزة الآن هناك بلورة تيار تقدمي عالمي يراجع
كل المنظومة العلاقات الدولية والمنظومة التي قادت العالم طوال الفترة الماضية باتجاه أكثر أخلاقية، أكثر توازن، وأكثر إنسانية. هذا لمسناه في إيطاليا، لمسناه في برلين، في فرنسا، وفي اليونان وإسبانيا.